سعيد جدا الآن أدعو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يقوم بإعطاء كلمته الشرفية أمام سيادتكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تفضل سيدي بإلقاء كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس هكاندي إتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات السوق، للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، السيدة تشيلسي كاب ودو أمين عام تجمع الكوميسا، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة في أعمال القمة 22 لتجمع الكوميسا تحت شعار تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة. واسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص التقدير إلى أخي فخامة الرئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس بالمستغرب على شعب زامبيا المضياف. كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات اجتماعنا اليوم. لقد كان شرفاً كبيراً أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة. Mr. Chairman, we have no translation. Just a second, please, for preparing the translation. Ladies and gentlemen, please do bear with us. Do stand by as we. نحضر معنا في وضع الاستعداد. نحن الآن نقوم بإصلاح الترجمة. شكرا لسيادتكم. The 22nd COMESA Heads of State and Government Summit. السادة رؤساء الحكومات لقمة 22 لدول الكوميسا دول الشرق والجنوب الإفريقي. اجتماعكم بالعاصمة الزامبية، نحن الآن بغضد التحدث عن التكامل الاقتصادي والقيمة المضافة والسياحة، بخصوص أن هنالك دورا هاما لدى الاقتصاد ودور حيوي للاقتصاد والاستثمار والتجارة. هذا ليس دورا مقتصرا على القارة الإفريقية ولا على دول وليس مقتصرا على الدولة الزامبية، ولكن يمتد للقارة الإفريقية. لدينا تجامل اقتصادي نقوم بتحديده على اجتماع أجندتنا ومجلس أعمالنا بخصوص تضمين الاستثمار والتجارة في دول الكوميسا. والآن مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نشكره على كلمته، وبالنسبة لتحقيقه كافة الإنجازات
المرجوة كانت في فخامة في رئاسة سيادته في الفترة السابقة. طبعا من الهام جدا أنه يوجد منصة إلكترونية تتضمن كيفية تحسين ودفع عجلة التنمية لدول الكوميسا. من خلال هذه المنصة الإلكترونية وأيضا هذا التجمع لدول الكوميسا هنا في لوساكا لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجه كافة التحديات، ولكن هذه تحديات تواجهها القارة ككل. نحن نولي اهتماما كبيرا إلى تلك التجمع لهذا التجمع. وبالنسبة لليومين القادمين سوف تستمر كافة فعاليات القمة بحضور الرؤساء الوزراء لدى الحكومات. نحن نسعى لتحقيق كافة المساعي الخاصة بدول المقصة على تصعيد الاقتصاد الدولي. في هذا الحدث نحن نشارك العديد من الدول الكوميسا والعديد من دول الأعضاء ليناقشوا كافة الأعمال والاستثمارات. نحن جنبا إلى جنب نعمل على تعزيز سبل التعاون على أرض الواقع. كيفية مواجهة التحديات بالسوق العالمية وكيفية تضمين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، كيف نقوم بريادة كافة الأعمال الخاصة بقارتنا. نحن لدينا العديد من زعماء الدول الذين لديهم مناصب دولية على أعلى مستوى. نحن نسعى لتطوير كافة العلاقات. نحن نتحدث اليوم على السياسات الدولية لتحقيق كافة الاستقرار للمنطقة وللقارة بشكل خاص. أولينا الاهتمام إلى تضمين الصناعات وتوفير كافة الجهات التشريعية والتنفيذية لتوفير الصادرات. والآن مع استمرار رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، السيدة تشيسلي كاب ويوغوي أمين عام تجمع الكوميسا، السيدات والسادة. Your Excellency and my brother President Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, Your Excellencies, Heads of States and Governments of the COMESA, Secretary General of the COMESA, Ladies and Gentlemen. إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في العاصمة زامبيا لوساكا للمشاركة في أعمال القمة 22 لتجمع الكوميسا تحت شعار تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة. It gives me a great pleasure to be with you here in the Zambian capital, Lusaka, to participate in the 22nd summit of the COMESA under the motto and the title of the integration of economic COMESA based on green investment, added value and tourism. واسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص التقدير إلى أخي فخامة الرئيس هاكيندي رئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس بالمستغرب على شعب زامبيا المضياف. Allow me at the outset to extend my deepest appreciation to His Excellency the President of the Republic of Zambia for the hospitality and the generosity we have been accorded here. This is very common of Zambia and the hospitable people of this country. كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات اجتماعنا اليوم. I'd like also to extend my thanks to the working team of the General Secretariat of COMESA
for the good arrangement and preparation for our activities today. لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين. في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي. It was a great honor for Egypt to chair COMESA over the past 2 years in a very critical period of time that witnessed significant developments at both the regional and international levels. ولقد وضعت مصر أمام أعينها أهدافاً محددة خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا. Egypt has put certain objectives to attain during its chairmanship of the COMESA that are based on promoting the levels of economic integration to better up the level of our people's welfare and prosperity, in addition to enhancing peace and security in our countries. غير أنه وبالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها فلا يزال أمامنا الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة. However, with all the successes that we have achieved, we still have a lot to do to employ our regional integration in the face of the current challenges. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين وهي فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية. And allow me in this regard to review with you the most salient achievements over the past 2 years. And they include, with regards to the economic development. أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا. Egypt has paid great attention to activate the Continental Free Trade Agreement and harmonize it with the three-party free trade agreement among the COMESA, SADC, and East Africa. عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها حيث أسفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000. We have put that in place through specific measures to encourage the member states to implement customs exemption, streamline the movement of trade exchange among and between themselves, the way that brought about an increase in the inter-exports of the COMESA countries reaching 13.2022. This is the highest value since the establishment of the free trade zone within the COMESA framework that was in 2000. بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى 4.3 مليار دولار. We have also witnessed an increase in the size of trade exchange between Egypt and the COMESA countries this year to the highest value since Egypt's subscription to the COMESA, reaching to $4. وفي ذات السياق قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017-2026 والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول. وأود في هذا الصدد تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا التي تصرفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية
لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. Along these lines, Egypt proposed regional industrial integration initiative within the framework of the industrializing strategy of COMESA 2017-2026 that is geared to enshrining manufacturing through linking between the regional value chains according to the competitive advantage of respective countries. And in this regard, I'd like to treasure the role of the COMESA Regional Investment Agency hosted by Egypt that have been active in garnering investments to the COMESA countries. And I emphasize the necessity to continue our current efforts to direct these investments to the industrial sector. اتصالا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات. In relation with what I've said, Egypt focused on the infrastructure by encouraging projects of connectivity among the member states, most notably the project of linking between Victoria Lake and the Mediterranean. This is where I call upon the General Secretariat to intensify the efforts to mobilize all necessary financial resources to put these projects into the implementation phase. واسمحوا لي في هذا السياق أن ألقي الضوء على أحد المشروعات التي تمثل فخراً لقارتنا والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإرادة السياسية، هو مشروع سد جوليس نيريري العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة. Along the same lines, I would like to spotlight on one of the projects that is representing a pride of our continent. A project that has proven real fruit of cooperation among our countries once the political will is there. This project is the dam of Julius Nyerere, the giant dam in the brotherly country of Tanzania. هذا السد الذي يتم تنفيذه بأيادي مصرية وتنزانية وسيولد طاقة كهربائية تقدر ب 2.5 جيجاوات، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الأفريقية الشقيقة. The dam is being established by Egyptian and Tanzanian hands side by side. It will generate electricity amounting to 2.5 gigawatt. Where the Egyptian executing companies of the project have proven their acquisition of all the expertise and the capabilities that enable them to implement the project with world standards. These are the expertise, these are the experiences that we, Egypt, looks forward to sharing with the brotherly countries of the African continent. أما في مجال التصنيع الدوائي، فقد كان من الضروري تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وبناء عليه قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي. As for pharmaceutical, it has been very necessary on the medical and health sector in the COMESA, especially on the backdrop of the challenges posed by coronavirus. Accordingly, Egypt has proposed the establishment of the health committee in the secretariat of the COMESA. Egypt has also hosted the first round of the African Medical Conference.
of which its second version is being now convened to probe all ways of investments in this vital sector. فضلا عن تزايد الاهتمام الذي واجهته مصر للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر ل 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية الشقيقة وبما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات الطبية. In addition to that, Egypt even more attention by directing investments to the localization of pharmaceutical industry and vaccine industry, reaching the announcement of Egypt's providing 30 million vaccines of corona to the brotherly countries of Africa, the matter that really underscores the vital role of Egypt as a regional hub for medical vaccination industry. السيدات والسادة، فيما يتعلق بمجال السلم والأمن، فليس خافياً علينا حجم وعمق التحديات التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق، إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا. Ladies and gentlemen, as for peace and security, it is obvious that we are facing magnitude of challenges that are posing on the sustainability of peace and security in our countries, the matter that requires us to commit to a number of parameters and main principles, most importantly, the necessity to respect the right of nations of the African countries to life, the importance of settling disputes, conflicts, and issues that are threatening this right to life, in addition to preserving our national institutions as they represent the backbone of the stability and security of our countries and our people and ensure our highest interests. ويدفعنا ما تقدم إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا وعلى رأسها السودان الشقيق الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه. وأؤكد هنا أن مصر تطلع بمسؤوليتها كدولة جوار مباشر استبذل كافة المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر. واتصالا بذلك تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، وأنني أدعو كافة الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة. Consequently, I'd like to indicate the last developments in a number of our countries, most notably the brotherly country of Sudan, that is undergoing certain challenges requiring us to consolidate, to support the people of Sudan. In this, at this point, I'd like to emphasize that Egypt is undertaking its responsibility towards Sudan as an immediate neighbor. And Egypt is exerting all endeavors with all active international partners and through engaging in the existing mechanisms to harmonize between them with an aim to reach the secure and stable Sudan. In relation to this, Egypt continues to host the children and the men and women of the brotherly country of Sudan. And I call upon all countries to provide the necessary support to our brothers and sisters in this critical moment of history. اسمحوا لي
واسمحوا لي هنا ان انا يعني اخرج قليلا عن سياق الكلمه واؤكد تضامني الكامل مع كل ما ذكره فخامه الرئيس هاكان دياتشيليما رئيس الجمهوريه اثناء خطابه، من على ان الاستقرار والامن امر غايه في الاهميه لدولنا الافريقيه وقاراتنا. واسمحوا لي اقول لكم ان انا يعني من الجيل اللي شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر او على مستوى الاحداث داخل قارتنا يعني. وعايز اقول لكم ان كل يوم واحد بيضيع على اي دوله من غير ما تعمل من اجل التنميه والبناء والاعمار بيكون له تاثير كبير جدا جدا على مستقبل واقتصاد وحياه شعب هذه الدوله. وعشان كده يمكن هتجدوا ان اسمحوا لي بتواضع شديد ان سياستنا في مصر تعتمد دايما على التهدئه ومحاوله ايجاد صيغه للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع اي مشكله من المشاكل، لان التجربه زي ما قلت لكم كده اللي احنا شفناها في مصر بتقول ان دايما الحلول السلميه والامن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر اللي هو الصراعات والاقتتال والحروب وإلى غيره. شكرا. If you allow me to diverge a little bit out of my written context, I'd like to hear to join completely and concur completely with the Excellency President of Zambia on what he said about the importance of stability and security to the development, life, and prosperity of our African countries. Ladies and gentlemen, I am one of the generation that have witnessed many challenges, either at the national level in Egypt or at the continental level, and all the events that took place over the years in Africa. I just want to say one thing. Any day that we waste without bringing about development to our people and our countries will have an impact on the future, on the livelihood, and on the prosperity of our nations in the future. And with all modesty and humility, I'd like to indicate that Egypt's policy is only designed to bring about calmness, to find ways of dialogue, to pursue negotiations, and to demonstrate the extreme patience in the face of addressing our issues and challenges. We have experienced certain circumstances in Egypt, and we came out of these circumstances with one important lesson learned, that peaceful solutions are the only way ahead, and the only way countries can evolve and live. They are the only way where we can achieve security and stability, bring about development and prosperity to the people, away from the other side, the other dark side that is represented in conflicts and disputes. And thank you. Well. وأنني هنا أؤكد بصفتي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي أن مصر لن تألو جهداً في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة في مسارها نحو تحقيق التنمية. كما أود أن أعلن عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026 إيماناً من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا. I here emphasize as a champion of the file of post-conflict reconstruction and development at the African Union level that Egypt will spare no effort in employing all the capabilities of the Cairo Center for Reconstruction and Development to provide all ways of support to our brotherly countries
on the track toward development. I'd like also to announce Egypt's nomination to the membership of the African Union Peace and Security Council for the period 2024-2026 out of Egypt's belief and commitment to its responsibilities regarding supporting all efforts of peace and security in our continent. أصحاب الفخامة السيدات والسادة لقد عهدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد على مدى العامين القادمين. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I gave you my promise when I assumed the chairmanship of the COMESA in 2021 to work with diligence and sincerity to deepen the economic integration between and among the COMESA countries. And now, after the end of Egypt's chairmanship of the COMESA, I renew my undertaking to continue working and coordinating with all our brothers and sisters toward the achieving of the African Development Agenda Objectives 2063. Particularly as Egypt is undertaking the chairmanship of the NEPAD over the coming 2 years. وفي الختام اسمحوا لي ان اعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا وانه لمن دواعي سروري ان اقوم بتسليم مسؤولية رئاسة التجمع الى اخي فخامة الرئيس هتشيليما رئيس جمهورية زامبيا وانني على ثقة تامة وانه سيبذل كل ما في وسعه للبناء على منجزات الرئاسة المصرية متمنيا لفخامته ولحكومته السداد والتوفيق. In conclusion, allow me to announce the end of Egypt's term chairing COMESA. And it is my pleasure to hand over the chairmanship of the COMESA to His Excellency President Hichilema, the President of the Republic of Zambia. I am fully confident. I'm fully confident he will do everything in his powers to build on the achievements of the Egyptian chairmanship. And I wish His Excellency and his government all the best and success. كما أود الإعلان عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا والتي تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا وجمهورية بوروندي كنائب للرئيس وجمهورية مصر العربية كمقرر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'd like also to announce the formation of the new Bureau of the COMESA Summit, formed from the Republic of Zambia as chair, the Republic of Burundi as deputy chair, and the Arab Republic of Egypt as rapporteur. Thank you very much. Peace be upon all of you. Thank you very much. Those were remarks delivered. لسيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس السيد رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس السابق لقمة الكوميسا في العامين السابقين الآن السيد الرئيس الآن يقوم بتسليم الرئاسة الدورية للكوميسا الآن مراسم تسليم الرئاسة الدولية لفخامة الرئيس زامبيا السيدة والسادة
And that is shukran, which means thank you. هذا هي شكرا معنا. جزيل الشكر. واحد اثنان ثلاثة شكرا. Allow me to call upon Mr. Gabriel Masuku. الآن السيد جابرييل ماسوكو الرئيس التنفيذي لدول الكوميسا.